خبر بمجرد تقرير أو معلومة. امبارح بالصدفة البحتة قابلت أحد كبار منتجي الدواجن اللي بنسميهم الانتجريشن إلا قليلا، يعني اللي عنده كل الحلقات إلا حلقة واحدة، هو المهندس مصطفى الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الأصيل للدواجن. وده عنده أمهات تسمين، الأمهات دي دجاجة بتبيض بيضة، البيضة دي بتدخل مفرخ بتطلع كتكوت، الكتكوت بيديه لصغار المربين. كمان عنده مجازر بياخد من صغار المربين أو الكبار أو المتوسطين الدواجن بعد التسمين، بياخدها للمجزر علشان يذبحها ويدخلها في كيس ويغلفها تغليف كويس ويطرحها على الفنادق أو سلاسل الإمداد أو بشكل مباشر. المهندس مصطفى قابلني امبارح وقال لي احنا حالنا مش كويس، وده بسبب انه الاتحاد الذي يمثل الاب الشرعي لهذه الصناعة بمفهومي انا، هو ما قالهاش مباشر بس بمعناها انه نايم في الخدمة وما بيقدمش اي حاجة. قلت له طيب ليه ما تغيروه او تغيروا اللايحة؟ قال لي ازاي، وقال كلام كتير. وفي النهاية خالص قلت له طيب بعيدا عن المشاكل ما هي الحلول؟ قال لي الحلول ان احنا نشجع زي الزراعات التعاقدية، نعمل حاجة اسمها التربية التعاقدية ونعمل عقد ثلاثي. وانا بقول وسجل معايا فيديو في قناة الارض انه المربي الصغير يجيني اديله الكتكوت والعلف، هعمل عقد ثلاثي مع مصانع اعلاف، اديله الكتكوت والعلف واخد منه فرخة التسمين بعد التربية ان انا ادخلها المجزر عندي واخصم اللي اخده من انتاجه، وده كويس. هل يا ترى ده كافي؟ عندنا كام واحد زي المهندس مصطفى الدسوقي في السوق؟ السؤال ده أنا وجهته للدكتور مجدي حسن النائب السابق لاتحاد منتجي الدواجن، اللي دخل كرئيس كنائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن فترة بسيطة جدا واستقال لأنه من وجهة نظره لم يستطع أن ينفذ ما وعدوا به الصغار المربين. معانا الدكتور مجدي حسن على الخط. يا دكتور مجدي، مساء الخير يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم، الله يخليك. انا عارف ان حضرتك مسافر ومش هرهقك في الاتصال، بس عاوز اقول عندنا كام واحد في مصر او الصناعه علشان ارجع صغار المربين لدائره الانتاج تاني؟ محتاجين كام واحد لو حضرتك سمعت الاستهلال بتاعي من عرض المهندس مصطفى الدسوقي؟ وهل ده بالفعل عرض ممكن يعيد صغار المربين الى الدايره ولا لا؟ هي فكره من الناحيه النظريه ممتازه طبعا، انما من الناحيه العمليه صعبه جدا تنفيذها. اولا المربي هياخد الكتكوت وياخد العلف، فمعناه ان انت هتديله سيوله ماليه متمثله في ثمن العلف والكتاكيت. نعم. وحتى لو المربي معاه الثمن دوت، طيب لما تيجي يورد للمتجر بقى المفروض المتجر يدفع للمربي ثمن الفراخ اللي هيوردها. نعم. المربي مش هيستنى، واخد بالك؟ النقطه الثانيه، فمحتاجه المجازر اموال سيوله عاليه جدا عشان يمول. في نفس الوقت لازم المتجر ده يكون عنده حلقات التسويق، ان الفراخ المجمده اللي هيتباعها دي هيوديها فين. فهي كلام حلو ولكن من الناحيه الواقعيه صعب. يعني اعتقد مشكله التواجد اكبر من موضوع ان احنا نطبق موضوع العقود الثلاثيه ديت. الموضوع بصراحه محتاج تنظيم الصناعه من جذورها. في نفس الوقت زي ما انت حضرتك تفضلت كده، الاتحاد محتاج يتراجع لوائح وقانون تاسيسه عشان يبقى له دور فعال. يعني فالموضوع اكبر من موضوع العقد الثلاثي ده، ده من وجهه نظري. وده يحصل ازاي يا دكتور مجدي؟ لوائح الاتحاد دي او قانون الاتحاد ده يتغير ازاي؟ والله لازم يكون في رغبه اصيله موجوده في اعضاء مجلس اداره الاتحاد وعلى راسهم رئيس مجلس الاداره. لو هو عايز يغير هياخد الخطوات. وفي اوريدي احنا ايام ما كنت نائب رئيس الاتحاد قدمنا مشروع بتعديل اللائحه وتعديل التاسيس، ولكن للاسف يعني ده من ضمن كانت الاسباب اللي انا قدمت سالتي فيها، ان طبعا ما حدش استجاب لهذه الامور. يعني فما زال الاتحاد تابع لوزاره الزراعه، فممكن وزير الزراعه يقيل كل مجلس اداره الاتحاد حسب اللوائح تحت. طيب هل ده محتاج تشريع برلماني لتغيير لائحه قانون الاتحاد يا دكتور؟
هو في حضرتك عندك جزئين، الجزء اللي هو قانون التأسيس اللي هو فيه برضو عوار، ده محتاج مجلس النواب للتعديل، ومحتاج عدد من النواب يتقدموا بيه، ما يقلش عددهم حسب لائحة مجلس النواب عن 70 عضو، وبعد كده بيروح للجنة التشريعية ويبتدي يصيغ التعديلات، وبعد كده بياخد عليها تصويت وكده. الجزء الثاني بقى اللائحة الداخلية للاتحاد دي قرار من وزير الزراعة، فأنت ممكن حضرتك كمجلس إدارة تقدم طلب لوزير الزراعة بأن أنا عايز أغير اللوائح، وأعتقد أن وزير الزراعة مع الضغط يعني ورغبة كل أعضاء مجلس الإدارة هيوافق أعتقد يعني. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ونتمنى حضرتك دائما تكون معانا على الخط وفي الاستوديو دائما. بشكر حضرتك يا دكتور مجدي. اللي خلاني أفتح ملف الدواجن النهاردة في مقدمة هذه الحلقة أنه يوميا الكلام عن الدواجن، لا المستهلك راضي ولا المنتج راضي. فبسأل أحد كبار منتجي بيض المائدة مثلا وهو المهندس إيهاب الشربيني، بقول له ايه القصة بتاعتكم بالظبط؟ اولا انتوا ساكتين ما عدتوش بتصرخوا ولا معناه انكم بتكسبهم. قال لا، ما هو السكوت دايما مش علامة الرضا، السكوت بيبقى علامة يأس. نعمل ايه؟ طيب ايه السبب في ان دائما تكلفتك لسه اعلى من سعر البيع؟ قال لي مشكلة المتاجرين بخامات الاعلاف. في فرق كبير جدا جدا بين السعر العالمي لخامات الأعلاف المعلن عنها سواء في البورصة أو الموجودة أو المعروفة سواء للمربي أو للتاجر، والسعر اللي بيتاخد بيه للمستهلك النهائي. طيب وصل المصنع بسعر مبالغ فيه، يبقى العلف فيطلع بسعر مبالغ فيه. طيب اديني مثال يا عم المهندس إيهاب. قال لي مثال إن الذرة المفروض النهاردة من 8 ل 9، من 8000 ل 9000 جنيه الطن، لكن المتاح في السوق فعلا بيتنفذ على 12.5 13، يعني انا عندي فيه جاب او فجوه او زياده 3000 و4000 جنيه في طن الذره. زمان كان تاجر الذره اللي بيعمل ملايين كان بيبقى مبسوط او انه بيعمل 200 جنيه في الطن. تخيلوا 200 جنيه في الطن، عمل التجار الذرة أصحاب إمبراطوريات مالية كبيرة جدا. فتخيل النهاردة لما تاجر الخامات لا يكتفي بأقل من 3000 أو 4000 في كل طن، يعني المركب اللي هي 50000 طن، تخيل شوف تكسب كام لما يصر على أنه يكسب 3000 إلى 4000 في الطن. أنت بتتكلم في إيه؟ يعني أرقام مهولة والله ما أنا عارف أحسبها. يعني لو قلنا 3000 أدا 3 أصفار في 50000 كمان 4 أصفار 3 و5 8 أصفار في 15 قدامها 8 أصفار، عد أنت يعني أنت بتتكلم في 150 مليون جنيه في المركب. عشان إيه؟ 150 أو ده مليار ونص، ده مليار ونص في المركب. عشان إيه؟ يعني قل لي أنت سبب تدمير هذه الصناعة. صغار المربين اللي طلعوا كلهم من السوق اللي كان بربي 3000 و4000 و5000 و2000 علشان يشغل جزء عمال، انت قفلت الصناعة دي، ما عادش الا الكبار والمتوسطين، والمتوسطين كمان بيختفهم. انت اديت فرصة لكبار المنتجين ان هم يتسيدوا اللي هم عددهم محدود جدا وهم اصحاب القرار في اتحاد منتجي الدواجن. انت خليت اتحاد منتج الدواجن عضويته تقف عند 150-160 فرد، وبالتالي ما يقدرش يعمل حاجة، لا يحقق فوائض من اشتراكات، ولا يكون عنده ميزانية لتقديم خدمات، ويكون مكتوف الأيدي ومرتاح ومبسوط على أن الخدمات على قد أعضاء الكبار ومع السلامة. طيب يا ترى هل الدولة مش قادرة تقطع أيادي المحتكرين والمتلاعبين في السوق دول؟ راحت هيئة السلع التموينية استوردت مركب ذرة وقلنا خلاص هنوزعه مباشر من هيئة السلع التموينية على المصانع أو على المزارع المرخصة من وزارة الزراعة. تعثر الأمر وقعدوا من 3 إلى 6 أشهر يفاوضوا ويقولوا يا ترى هندي لمين ومين يستحق ومين ما يستحقش. لحد الذرة الله أعلم اتغيرت مواصفاتها الفيزيائية والكيميائية داخل عنابر تخزينها، الله أعلم كانت مخزنة بشكل إيه. للأمانة أنا من شهرين ثلاثة ما عدتش تابعتها ومعرفش الشحنة دي راحت فين، بدليل أن هم ما كرروهاش
وسابوا الساحة أيضا للمحتكرين والمتلاعبين. عشان إيه النهاردة طبق البيض بيتكلف 105 جنيه وبتباع ب 105 جنيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا بشتغل لله بعد سنتين خسارة؟ كلنا بنشتغل لله، بس الله سبحانه وتعالى كمان قال لي لا تترك الصدقة تأكل أموالك. أنا هقعد أتصدق لإمتى؟ أقعد أحرق في أموال المستثمرين لإمتى؟ محدش عارف. عموما يعني مش عاوز أخلي الحلقة مقبضة لأنها في النهاية تكون مبهجة، لكن لما استقبل قلنا النجم الكبير اللي المفروض يبقى داخل كل بيت ونفتكره وإحنا بنحط الطبلية أو قاعدين على السفرة وقدامنا طبق رز، تمام؟ صدقوني المفروض إنه يبقى أشهر من النجم العالمي محمد صلاح اللي أنا أحطه على راسي، لكن قبله مليون درجة علماء مصر اللي هم بيشتغلوا علشان يوفروا لنا أكلنا. بعد الفاصل دكتور حمدي الموافي، خليكم معايا.